اون فورم. لا لاباس ديما. صباح الفل والياسمين، مرحبا. دونك احنا صبحنا الحقيقه راهو ورا الكاميرا، اما نعاودوا مسالي صباح النور نزار. صباح بيك وبكل المشاهدين وبكل العاملين في الترجمه الوطنيه اليوم. طيب نزار، تعرف انت برشا صحف احتجبت والا ما عادش نجموا احنا نتنقلوا، ولكن برشا علاش وليت نعتمد على الهاتف؟ جوستومون تعتمد على الهاتف قاعدين يراو فيك، وللاسف من بعض هذه من بعض التاثيرات خلينا نقول او تداعيات الفيروس هذايا، انه ما عادش عندنا النسخه الورقيه، ولا فما برشا كيما دار لابريس خرجت النسخه الالكترونيه والقول على على النت. كل الصحف يعني اجمعت حول انها تصدر بالنسخ الالكترونيه ما تصدرش بالنسخ الورقيه. اولا حاله الحجب او الحجر الصحي ما تخليهاش تصدر، ما تخليهاش تصدر في كل الاكشاك، لانه كما نعرفوا مسكرين. كان المواد الغذائيه والمتعلقات بالمواد الغذائيه هما اللي يخدموا. ثانيا لانه كذلك لانه الورق هو من يعدي زاد كذلك بالفيروس كورونا، ولذلك يعني فيها برشا وقايه، جانب وقائي لهنا، فيها جانب وقائي كبير ياسر، وكذلك جانب حتى انه اقتصادي بالنسبه للصحف، وكما نعرفوا احنا ازمه الصحافه الورقيه الموجوده. هذا التحول وقتي الى الرقمي او الالكتروني في انتظار انه يعني تكون هناك يعني بعد مرور الوباء هذا يمكن ترجع شويه الصحف، فيما بعد لازم نفكروا توتالمون ان نتحولوا الى الرقمي، لانه كما نعرفوا العالم كامل يتحول الى الرقمي، لذلك لازم حتى احنا في تونس في مثل الازمات والظروف الاستثنائيه هذه الالكتروني هو اللي يمنع، هو اللي يقعد، هو اللي يعيش. دونك احنا حبينا نعملوا هذه مدخل باش نقول لكم شدوا دياركم، حتى كان متعودين تقراوا الجرايد، جرايد ماكمش باش تنقلوا تشريوهم، ولكن احنا باش نوصلوا لكم الاصداء نتاع ابرز العناوين. موجوده وكاله الانباء تشتغل، فما لي سيت الانترنت نتاع التلفاز وكذلك نتاع الاذاعات ونتاع الصحف في الكل موجوده، يعني لاكسيد لانفورماسيون موجوده بصفه عامه. وندعيوا للناس الكل باش تشد ديارها، لانه وصلنا لمرحلة العدوى الأفقية كما حكينا عليه قداش من مرة إيناس، وهذه المرحلة صعبة صعبة جدا. نلقاو أنه يعني المدير العام للمرافق الأساسية بوزارة الصحة دكتور شكري حمودة يحكي على أنه ذروة انتشار المرض قد تشهدها تونس بعد شهر من اليوم، يعني هذا كان أمس تصريح ليه في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهذا قد يدعونا إلى يعني الى الحذر، حذر شديد شديد جدا، خاصه وانه كما فما دعوه كذلك من جهه المغرب في عدد الصادر امس تقول بعد ان بلغت يعني العدد الاصابات 173 اصابه، كما نعرفوا 59 اصابه في يوم واحد هي اقصى عدد يعني عدد من الاصابات في 24 ساعه وصلت لتونس، هذا يعني انذار خطر ولازم العباد تكون ردبين على مرة أخرى. نزار لو تسمح، الناس تتسائل يعني مش الناس الكل عندهم نفس درجة الوعي، الناس الكل عندهم نفس درجة الثقافة، الناس الكل تفهم المعطيات اللي تقدمها لنا بلاغات وزارة الصحة، الناس تتسائل ما معنى مرة أخرى مثالش خلينا نفسرولهم، مش معناها عدوى أفقية؟ العدوى الأفقية اللي بمقتضاها اليوم نثمن كلامك لهنا وفرض وقت نقول كيفك نزار، وانه دقت نقوص الخطر في تونس وقت اللي ولينا نحكيو على العدوى الافقيه. دونك هي تنفسروها مره اخرى. العدوى الافقيه باش نفسرها يعني بالسياسه، بالسياسه باريتا. اولا وقت اللي يجي مريض للمستشفى هو يعني يشوفوا له التحليل يلقاه مريض بالكورونا، يجي يسالوه عندك كونتاكت مع انسان جاي من البر، لانه هذه العدوى العموديه، جو انسان جاي من البر نقل العدوى الانسان في تونس. يقول لا ما عندي حتى علاقه باي انسان جاي من البر، عندكش شكون صاحبك عنده شكون جاي من البر، يمكن تصير يعني وساطه في العدوى. لهنا يقول لا ما عندي حد يعني ما يعرفش مصدر العدوى نتاعو، لهنا نتحدثوا عن عدوى افقيه. فهمت؟ ولا اسهل من هكا ما فماش، وهذا اللي خلينا نتوقعوا بزيد، لانه بكل عدوى مجهوله المصدر، مجهوله المصدر. واحنا ديما شو نقولوا الفيروس هذايا كورونا ولا غيره، يعني ما عندوش جوانح باش يطير، هو من بلاد لبلاد ومع تسكير واغلاق الحدود. دونك المصدر الاولاني اللي هو هالحالات الوافده هذايا ما عادش نجموا حصرناهم وتحت السيطره. شنو اللي ماهوش تحت السيطره؟ هو هالعدوى الافقيه هذايا. ردوا بالنا ونزيدوا، ردوا بالنا ونزيدوا نشدوا ديارنا. علاش نتحدثوا على بؤر؟ هيك علاش نتحدثوا على بؤر نتاع عدوى؟ نلقاو انه البؤره شنو هو اللي تكثر فيها عدد العدوات الافقيه، كما قالوها يعني فما اربع بؤر حتى الان،
ان شاء الله ما تزيدش تكثر اكثر. نلقاو في سكره في البحيره في المرسى كذلك المحسمه تقول السلطات الصحيه في تونس وكذلك جزيره جربه. وكما نعرفوا احنا فما خمسه يعني من جزيره جربه مشاو للقصرين يعني وهزوا معهم العدوى الى ولايه القصرين. جاب ربي يعني شلقوا بهم في ولايه القصرين وهما توقيت الحجر الصحي يعني الناس حلو قوس الناس الكل لازم تشد ديارها اي نشدوا ديارنا ما نحب نثمن نثمن سلوك في العاده ما نثمنوش نزار اللي هو انه نبلغوا على جارنا ولا قريبنا يا خويا توا احنا في حاله حرب في حاله طويله يعني اللي يسمع بحد يشك في انه عنده هالفيروس حامل للفيروس هذا اي نعم يبلغ عليه وفما رقم اخضر موضوع على ذمه المواطنين التوانسه الكل باش نبلغوا على الناس هذو معليش لانه الناس هذو ما يشكلوا خطر على حياتهم وعلى حياه الناس الكل على المجتمع الكل. وباش نزيد حاجه اخرى ايناس انه حتى اللي يقولوا راه فما بؤره في البلاصه الفلانيه يعني مش انت راك مصاب انت شد دارك ما تخرجش من الدار تو انت ما تصابش بالعدوى هذه لذلك يعني اللي باش يخرج من البلاصه تسميت بؤره دي يخرج منها راه مساهم في انه يمكن لا قدر الله يقتل ناس اخرين في بلاصه اخرى يعني هذه قتل راي مش شويه راي ونفس بشريه لذلك انه اي بلاصه تسمى بؤره يلتزم بالبلاصه نتاعه هو حتى لو اصيب بال يعني بالفيروس بالعدوى هذه فما اطار طبي يمكن يشفيه ما نخليش روحنا للمرض هذا ينتشر في بلايص اخرى ما توسعش في الرقعه نتاع الانتشار نتاعه لذلك نشدوا البلاصه هذه ونقعدوا فيها كما قلت انه في جريده المغرب هناك تساؤل يقول هل سيتم التمديد في الحجر الصحي الشامل كما قلت لك مع الدكتور شكري حموده قال يمكن ذروه الفيروس هذه وانتشاره ويمكن نبلغوها بعد شهر من اليوم اذا فانه امكانيه انه الحجر الصحي الشامل يعني نزيدوا نمدوها بعد 4 ابريل هذا ممكن وممكن جدا خاصه بعد جلسه اليوم جلسه العامه اليوم جلسه المساءله للحكومه او الحوار مع 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 الحكومه اليوم في مجلس نواب الشعب واللي باش تدوم 3 اسابيع واللي فيها ضوابط يعني كبيره حتى نحن كصحفيين باش نتابعوها عن بعد مش نتابعوها مباشره مجلس نواب الشعب واللي ضوابط صحيه ولهنا لازم نحب نقول انه اليوم يمكن يعطيوا صلاحيه المراسيم لمده شهرين لرئيس الحكومه او للحكومه اللي زار مراسيم في صيغه قوانين وفي لفتره وجيزه لمده شهرين حسب ما يتضمنه الفصل 70 من الدستور. هناك يعني معركه قانونيه او دستوريه اليوم تدور حول يمكن تمكين رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومة القريب أن رئيس الحكومة هو الذي سوف يطلع بمثل هذه يعني المهمة مهمة إصدار المراسيم عبر يعني قانون أو عبر تصويت تفويض من مجلس نواب الشعب. أي هو الحقيقة المسألة هذه عليها برشا جدل على 14 نقطة كما نفهم دونك جدل كبير حول التفويض هذه وتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات كبيرة بالصلاحيات الكبيرة هذه ولكن في ظرف استثنائي نزار يظهر لي آن الأوان وأنه يكون عنده الصلاحيات هذه على الأقل عنده صلاحيات لأنه شوف مش نقعد باش يصدر أي قانون مثلا يدخل في ضمن الحريات يعني حتى من ضمن الحقوق والحريات أنه يرجع مجلس نواب الشعب ونعقد جلسة عامة للمناقشة وقبلها تعقد جلسات نقاش في إطار اللجان التشريعية لا نمشيو ديريكت أنه يصدر المرسوم هذا في صيغة قانون ثم بعد مرور الشهرين هذوما يوقع يعني كما نقولوا احنا يشوفوا الحساب في مجلس نواب الشعب ويوقع ايقاف يعني التفويض هذايا وبالتالي يعني يوقع اما الذهاب نحو تقنين هذه المراسيم في شكل قوانين او انها تلغى هذه المراسيم بمقتضى قانون فيما بعد. طيب هذا العنوان اللي جاتنا به جريده المغرب نمشيو لعنوان اخر نزار اليوم. عنوان اخر زاد لهنا نحكيو على خاصه على الانترناسيونال نحكيو على أنطونيو غوتيريش اللي هو الأمين العام للأمم المتحدة البارح خرج في ندوة صحفية يعني عبر الكاميرا إلى العالم الكل وأعلن عن خطة أممية وإنسانية لمواجهة يعني الوباء هذا وباء الكورونا ويعني الخطة هذه هي تبدو محتشمة بعلاقة بخطة أخرى أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية اللي فيها 2000 مليار دولار يعني 2000 تريليون دولار كما نجم نقولوها 2000 مليار دولار هذه خطة كبيرة وكبيرة جدا والخطة هذه يمكن تشارك فيها حتى الكل الفعاليات الأمريكية سواء الاقتصادية شركات العملاقة الأمريكية باش تشارك فيها التمويل الحكومي باش يبدا موجود وكذلك أنه يعني بمقرب معنا غوتيريش يعني الأمين العام المتحدة تبدو محتشمة لأنه الخطة بالنسبة إلى الأمم المتحدة تشمل 100 مليون شخص لتوفير الغذاء لتوفير كذلك الأدوية
في إطار يعني منظمة الصحة العالمية، كذلك لحماية الطفولة في إطار اليونسكو. ولكن في هذا الكل دعا غوتيريز إلى أنه محاربة هذا الفيروس بصفة متفردة وبصفة معزولة من قبل الدول العالم أنه لن ينقذ العالم من انتشار هذا الفيروس. لذلك دعا ينقص من الحظوظ في النجاح لكن في لكن تحدي هالفيروس هذا. لكن الدعوة هذه إناس هاي ما تبدأ صحيحة، معناتها اللي يعني الناس الكل تبدأ معاها والدول الكل تبدأ معاها، ما تجم تكون مفعلة إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي وبعد يعني نقاش طويل وطويل جدا، خاصة من قبل 5 دول الكبار اللي عند حق النقد الفيتو باش تتضمن هذه الخطة. ويمكن تصير في المدة القادمة، لكن ما فماش كما نقولوا احنا اونتونت كبيرة بين هذه الدول. في على كل هي كنجم نقولوا حاجة انه كوفيد 19 هذه فضح برشا تحالفات كان يبدو في الماضي القريب وانهم على علاقات جد طيبة، فضحت برشا علاقات، هزت برشا علاقات، برشا اتحادات، برشا اصطفافات اليوم باش تعاود تتصور وتتشكل على ضوء العزلية اللي صارت موجودة في تحكم العلاقات الدولية، انعزالية كبيرة وكبيرة جدا، حتى انه خريطة العلاقات بين الدول بدأت تتغير على مستوى من قدم المساعدة للآخر في مثل هذه المحنة. احنا نقولوا صديق وقت الضيق، حتى على الدول نحكيوا على صداقات زادة وعلاقات متينة على امتداد دي سيكل. دونك ما نجيوش توا على خاطر وباء ونلقاو هالتصدع هذه في بعض العلاقات الدولية. البارح تبعت زادة على التي اف ان رئيس الفرنسي ماكرون في خطاب يطل برشا الحقيقة على الشعب نتاعو نزار ماكرون، ما يعني ما يخليش روحه بعيد في الظرفية هذه على الشعب. يعني هنا دور الخطابة نتاع رئيس الدولة الاتصال. اي دور الاتصال، قوة الاتصال، قوة الصورة، أولا قوة خطاب، أنه الرئيس يحس حتى بالشعب نتاعه اللي مش في التيريتوار يعني الناسيونال نتاع فرنسا. البارح أعلن عن خطة عسكرية لتصدي لكورونا في يعني في البلدان ما وراء البحار كما يقولون في فرنسا، يعني كيما غويانا في أمريكا الجنوبية، كيما جزر في محيط الهادي اللي تابع لفرنسا، كذلك جزر أخرى منتشرة في المحيط الأطلسي. وقال إنه هذوما فرنسيس ولازمنا نمشيو وكذلك نوفروا لهم حماية ضد هذا الفيروس فيروس كورونا. ويعني هذه قوه اتصال ان شاء الله، قوه اتصال ولو رينه تعب شويه، كان نحكيو على المظهر نتاعو على وجهه، على تقاسي وجهه ظهر تعب وفتره صعيبه بالحق معناها على فرنسا بالنظر لعدد الوفيات بالنظر لعدد الاصابات زاده. شوف كيما نقولوا احنا كيما راو اي مسؤول في العالم او اي قيادي مش حتى مسؤول مش حتى سياسي، راه فما فرق بين السياسي العادي والقيادي والزعيم، انه يكون موجود ويكون حتى الملامح نتاعو تعكس الفتره هكايا، يكون وجهه اصفر، يكون عنده شاحب شويه يقول لي هو اللي هو يحس بشعبه كيفاش يعيش واللي هو اللي شدني نزار البارح انه ماكرون في خطابه الكل تقريبا تبعته من الاول للاخر عمره ما قال كلمه ليتا، عمره ما حكى وقال الدوله، يحكي بالامه. وتعرف انت هذه فرق كبير بين الامه وبين الدوله، لا ناسيون يعني فيها برشا معاني تقرب برشا، نحكيه على القرب هذه السياسه الاتصاليه اللي تقرب الرئيس من شعبه. قبل حتى بالخطاب نتاعو كان خطاب يعني مفهوم للعام، مش يعني خطاب نخبوي، وصل المعلومات لازمها توصل. حكى حتى على الأدوية اللي يمكن يعني تقضي على هذا الفيروس ويعني أنهم مش يوفروها، حكى حتى على منحة خصوصية زيادة، أهم حاجة أنه منحة خصوصية للأطباء نزار، لأنه هذه حاجة تشجع، لأنه هذوما الناس اليوم اللي في الجيب في الجبهة في الصف الأمامي. مش نقول حاجة والله حاجة ما حبيتش نحكي فيها، لكن ما رغبش نحكي فيها، أنه بعض المؤسسات التونسية والشركات التونسية ترفض أنها تكون موجودة في النسق هذا اللي قاعدين عايشينه الناس الكل، ولا سياسة التعاضد هذه وراء الدولة باش نقضيه هذا الفيروس من خلال التبرعات، من خلال منح المساعدات، من خلال حتى التطوع لعديد الجمعيات المجتمع المدني. نلقاو بعض المؤسسات الاقتصادية للأسف تفكر كان في الربح، تفكر كان باش تزيد البروفيل نتاعها وتزيد كان الأرباح نتاعها، هذا راهو حاجة راهي خايبة ياسر، ما تخدمش الصورة نتاعنا. نحكي لك راهو على شركات كبيرة في أمريكا باش تساهم في البيدجي نتاع 2000 مليار هذوما، وكما نقولوا احنا لون فريني، حتى ترامب اللي حب يعطي يعني 1000 مليار دولار فقط يعني لون فريني، ومشى في الاخير بعد يعني ضغط كبير من الشركات هذوما من اللوبيات هذوما نتاع اللوبيات هذه اللي تحكم في السياسه الامريكيه، مشى في 2000 مليار دولار، 2000 مليار دولار هذو مخصصين لانعاش يعني الاقتصاد الامريكي، وكذلك لتوفير الاجور
بالنسبة للعمال اللي باش يقعدوا في حالة حجر صحي ما يقطعوش عليهم الأجور هذية، وكذلك خاصة صناعة الأدوية وتطوير المختبرات نتاع صناعة الأدوية واكتشاف لقاح اللي طيب على كل السائل أن يسأل، يعني أنت بديت بتونس ومشيت لأمريكا، ولكن نعرف اللي بوجعة كبيرة اليوم كنت تقول هذه غمزة صغيرة رؤوس الأموال التوانسة اللي من المفروض وأنه توا امتحانه تظهر فيه معادن الناس ويظهر فيه وطنية الناس. اليوم تونس محتاجة للناس الكلها ويظهر للأموال بصفة خاصة. الناس البارح نتبع في رئيس منظمة الأعراف والخطاب الذي صدره وكان فيه يعني كتبوا عليه برشا حتى في يعني مواقع التواصل الاجتماعي، كان خطاب متاع بونديتيزم يعني أنه هذا كان موجود، وإحنا يعني المؤسسات الاقتصادية الخاصة هي لهذا الاكونومي التونسية. صحيح احنا ما قلناش العكس، هذا تشغل في زوز ملايين شخص تشغل في كذا، قال لك ما تجمش تاخذ يعني اللي يحب يعطي ويحب يعطي ما يعطيش، هكا الموجود. هذا مش خطاب ولي طمن، راهو ما يطمنش الخطاب هذا، خليه وإحنا عندنا لحظة نتاع وطنية بعد ما توفى الوباء هذا نجم نعاودوا نقعدوا للناس الكل الأطراف الاجتماعية بما فيها الدولة ونعاودوا نشوفوا شنو هو المشاكل نتاعنا الكل ونعاودوا نبنيو من جديد على قاعدة صحيح. انت كيفاش ترى لهنا في علاقه بالاصحاب رؤوس الاموال الكبيره في تونس؟ فما جمله في خطاب رئيس الياس الفخفاخ في خطابه الاخير كانه فيها غمزه للناس كبيرة. هذوما غمزه كبيره في انه اذا كان مش باش يكون التبرع طواعي في الفتره هذه الكل، وكانه يلوح بانه باش يكون بالقوه. نعم هذه قوه الدوله، لازم الدوله تكون حاضره. شنو معناها يعني انت لا تساهم في وقت انه حتى يعني خدام صغير وخدم يعني حتى باليومية يساهم ب يعني حتى بيشتر اليومية متاعه اللي يخدم بالجورناتا، يساهم حتى بالتليفون. قديش من إنسان يخدم بالجورناتا قال أنا بعثت SMS 18 باش نساهم في المجهود هذا. أنت ربي أنا معليك بالثروة، علاش ربي أنا معليه نزار، ولكن خليني سمحني عذرا على المقاطعة، ولكن الدولة التونسية فوق ترابها بإمكانياتها بعلمها دونك تونس في حاجة باش يرجع شوية من الثروات هذية. حقق أرباح بعد يعني أنه تاجر وكان يعني موجود مارس حتى يعني النشاط التجاري نتاعو والنشاط الصناعي نتاعو على الأرض التونسية بالتصدير مش بالتصدير في يعني بيع المنتوج نتاعو في السوق التونسية، لأنه حق الأرباح نتاعو بعد تشجيعات من الأرض التونسية. ثاني حاجة نقولها لك أنه والله يحشم على روحهم شوية المتهربين الضريبيين، يحشم على روحهم شوية يمشي ويساهموا من طرف من السوم اللي يعني ما خلصوهاش في السنوات الماضية ويمشي ويساهموا به تو في الوقت هذا، لأنه الدولة تحتاج إلى الأموال في المرحلة هذه، خاصة وأنه كما قال يعني عبتي في المكر وزير الصحة أنه الدولة تحتاج إلى الدعم باش نجموا نشريوا الأدوية، خاصة الأدوية هذه اللي باش نستعملوها ضد الكورونا. صحيح، أنت جبت على جانب مهم برشا نزار ونختموا بهذية للأسف الوقت استنفذناه، هو سيدي ما يتطوعوا يخلصوا الدولة في ما لهم من حق ما لها من حق عليهم. يعني يرجعوا يعطيوا حقها في الفيسك في الضرائب، هذا وحده كيف يظهر لي باش ينعش شوية موارد الدولة ويعزز إمكانيات وزارة الصحة. لازم تبنيوا خطاب بالنسبة للأطراف الاجتماعية خاصة يعني كما قلت لك قبيلة، الأطراف الاجتماعية تتبنى خطاب نتاع يعني نتاع الأزمة هذه، مش تتبنى خطاب نتاع